وللحديث عن البيان الذي أصدره القسم العلمي بهيئة علماء المسلمين في العراق ردا على الإساءة الصادرة من مقتدى الصدر والمتعلقة بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله أخي الكريم. حياك الله. بداية، إقحام مقتدى الصدر نفسه بقضايا شرعية لا يملك أدواتها، هل سيعوضه عن الفشل السياسي الذي مني به في الأيام الماضية عبر الإساءة الأخيرة لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن؟ تحية لقناة الرافدين ولجنابك الكريم، وأحب بداية أن أعرج على مقام ومكان ومكانة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى أعلى مقامهن، وقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات لكل المؤمنين، ومن يطعن بشرفهن أو يشك في ذلك فهو ليس من المؤمنين، والنص القرآني صريح بذلك، لأنه لا يعترف بأمومة فرضها الله على من ينتسب إلى الإسلام. والله تعالى بنص القرآن طهرهن من الرجس، فقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية صريحة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما أمر الله ورسوله بتخيير زوجاته بقوله تعالى وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أول ما ذهب إلى السيدة عائشة أم المؤمنين وقال يا عائشة لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، فقالت رضي الله عنها أفي الله أفي هذا الأمر يا رسول الله أستأمر أبوي فإني والله أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وشاء الله أن يكون جواب نساء النبي صلى الله عليه وسلم مثل جواب السيدة عائشة رضي الله عنه وعن زوجاته صلى الله عليه وسلم وعن أمهات المؤمنين جميعا. ولذلك حتى أجر الأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله ضعف غيرهن، فقال تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ولذلك قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. هذه المكانة هي مكانة ربانية وهبها الله لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقبل أن يأتي الجهلة والمنافقون وأصحاب النفوس المريضة لكي يغيروا نصوص القرآن ويؤولوها بحسب عقولهم الصغيرة التي هي لا تعرف أداة إدارة شؤونها اليومية حتى تأتي لتنتقص من القرآن ومن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصى بأهله وبأهل بيته، فقال صلى الله عليه وسلم أنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حصين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهله بيته من أهل بيته من حرم الصدقة بعده. فبعد كل هذه النصوص وغيرها كثير، هل يأتي من يشك بأن نساء النبي من أهل بيت النبوة صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك عاقل لديه ذرة من الفهم يترك نصوص القرآن الصحيحة ويذهب إلى أقوال مقتدى التي تنم عن جهل مطبق؟ هذا كلام لا يقبله أي طالب علم صغير مبتدئ في بداية مراحله العلمية. طيب دكتور، هل تعتقد أن مثل هذا الخطاب من قبل مقتدى الصدر كان أسبابه طائفية ممجوجة على حد وصف هيئة علماء المسلمين، أم هو جهل مطبق؟ حقيقة مقتدى الصدر نتحلى بالجهل المطبق، بالجهل المركب والطائفية المقيتة، وهو يشتر الاتهامات والطعون بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي بها من مزابل التاريخ ومن قذارة المنافقين والطاعنين بالإسلام، وهو لا يستطيع أن يخرج إلى العلن ليعطي محاضرة علمية واحدة
وإنما خطاباته عبارة عن كلام عامي لا يرقى إلى مستوى طالب علم بسيط، وعلماء الشيعة أنفسهم يعرفون ذلك. ولذلك هو لا يعلم أن كلمة الأهل مثلا في اللغة تطلق على الزوجة، والله تعالى قد ذكر ذلك في القرآن الكريم كما بينها البيان العلمي الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين. ولذلك عندما يقول الله وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، فالأهل هنا مقصود بها الزوجة، لأن سيدنا موسى كانت زوجته معه، ونبينا إبراهيم عليه السلام عندما قالت زوجته قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالقرآن صريح أن الزوجة يطلق عليها أهل، والحديث المشهور الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، الصغير والكبير يعلم أن إطلاق الأهل يطلق على الزوجة إلا مقتدى الصدر الذي لا يعي ما يفهم ولا يعي ما يقرأ، وإنما هو يجتر الماضي لكي يدعو الناس ويثير الطائفية في قلوب الناس. طيب تسويق هذا الخطاب الطائفي من قبل مقتدى الصدر اتباعا لكل الأحزاب الطائفية، هل سيدر عطفا شعبيا يأمله ويعيد تسويقه عند الرأي العام العراقي؟ مقتدى الصدر حقيقة هو أضاع الدنيا وأضاع الدين والدنيا، فمقتدى الصدر خسر من أتباعه الكثير من أنصاره، وأتباعه هم بالأصل أتباع والده وآل الصدر، ولكن تصرفاته الصبيانية وغير العقلانية وعدم توازنه في كل شيء جعله أولا يخسر كل من لا ينتمي إلى التيار الصدري، بالإضافة لأنه حتى أتباع التيار الصدري بدأ الكثير منهم يترددون في السير خلفه. لذلك أنا أتوقع أن يقوم مقتدى الصدر بارتكاب جرائم طائفية ويدعو المجرمين من كان يسميهم سيارة البطة وغيرها كي يمارسوا الأفعال الطائفية كي يخلص ويحاول أن يلقي الناس فشله المقتدر من في إدارته للمرحلة السابقة، وبعد أن كان يملك مقاعد في البرلمان والأغلبية أصبح هو الآن صفر في البرلمان لا يوجد بسبب تصرفاته الصبيانية وعدم دراسته للأمور على الواقع في العراق. كيف لمقتدى الصدر وهو الذي يسوق خطابا سياسيا وإعلاميا يصفه هو بالوطني والإصلاحي أن ينزلق إلى هذا الخطاب الطائفي الباعث إلى الفتنة الطائفية في المجتمع العراقي؟ مقتدى الصدر وكل الأحزاب الشيعية لا يملكون قدرة على إدارة البلاد، وفشلوا في تحقيق أدنى درجات توفير الخدمات واستقرار البلاد، بل لم ينجحوا إلا في تدمير البلاد، إلا في تدمير العراق وإنهاك الشعب العراقي وزيادة معاناة الشعب العراقي، مع أن الإمكانات المادية الهائلة متوفرة ومع أن الدعم الدولي موجود، ولكن النتيجة هي أن العراق لا يتوفر فيه ماء صالح للشرب ولا غذاء ولا اقتصاد ولا تعليم، انتشار المخدرات أصبح بكل مكان في العراق، ولذلك هم يحاولون الهروب من الفشل إلى خلق صراع شعبي داخل المجتمع العراقي للتغطية على فشلهم وعلى فسادهم الذي أزكم الأنوف. كان معنا مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.